مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير وصباحكم مبروك. وكيف ما معودين فيهم أكيد في قناة شوف تي في، فاحنا كل صباح كنديروا جولة بمدينة الدار البيضاء، كنشوفوا الأجواء كي دايرة، وكذلك كنطرحوا واحد الموضوع من المواضيع اللي كنحاول أنني نتناقش معكم فيه. الموضوع اللي غنطرح اليوم هو المستشفيات بالمغرب، وشنو رأيكم في المستشفيات، واش كتشوفوا بأنها قايمة بالدور ديالها اتجاه المواطنين ولا العكس؟ ناخذ التعليقات ديالكم. صباح الخير عليكم محمد، صباح النور. سعيد قال لك هل فعلا توجد مستشفيات عمومية بالمغرب؟ دريس صباح النور وسور، صباحك مبروك. كنعاود الموضوع ديال اليوم اللي هو المستشفيات في المغرب، شو رايكم في مستشفيات المغرب، واش كتشوفوا بانها قائمة باللازم اتجاه المواطنين؟ تحية لكم من الجزائر، الله يفرحكم، وتحية للناس ديال الجزائر. هل يوجد عندنا مستشفيات؟ هذا هو الموضوع ديال اليوم اللي كنحاول انني نتناقش معكم فيه. يعني بزاف ديال الناس اللي ما عجبهمش وضعية المستشفيات في المغرب، نظرا بزاف ديال الامور للاسف الشديد. سعيد قالك لا، انعدام شيء اسمه خدمة المواطن الضعيف في المستشفيات بالمغرب عكس دول أوروبا التي تعطي قيمة للإنسان وتقدر الصحة ديالو. شكرا خويا وصباحك مبروك. جميلة صباح الخير. كنشوف بزاف ديال الناس يعني ما عندهم واحد الفكره او عندهم فكره خايبه بزاف على المستشفيات للاسف الشديد، وهادشي ما خاصوش يكون، بالعكس المستشفى دارت باش تلبي خدمه المواطن اذا كان مريض. هذه الخدمه، هذا هو دور المستشفيات. كنتمنوا بحال هاد السلوكات ما تبقاش، والله يحد علينا الباس. متابعي قناه شوف تي في، كنشكركم بزاف على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر. الى اللقاء.